بتجمعنا والدنيا هتسمعنا. نسمع يا عم. بعد 13 سنة من المفاوضات، مصر النهاردة رسمياً أعلنت توقف مسار المفاوضات فيما يتعلق بسد الخراب الإثيوبي. من مدة ما شفتش الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول كلام بهذه القوة والحدية. لازم تكون فارب وعلى أركينك إلا أخوك كموكا كده كده موزع. أعادت إثيوبيا فتح بوابات سد النهضة بعد غلق دام 8 أيام. كل يوم الأمن القومي المصري بيتضرب بيتهدد. وشكل الغلق خطورة على وقف تدفق المياه لدولتي المصب مصر والسودان. محدش يجرب مصر، محدش يجرب مصر. صعدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على نهر النيل مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد ما وصفته بالسياسات الأحادية لأديس أبابا والتي اعتبرتها تهدد استقرار الإقليم. راحة كده بالعربي اللي بيتكسف من بنت عمه ما بيجيبش منها عيال. ولكن أنا بالنسبة لي وأنا يعني بتكلم كمواطن، محدش يجرب مصر، وإنه لو في صديقة لمصر محتاجة لمصر مصر هتكون موجودة. احنا ما بنتكلمش كتير، بس أنا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. مصر النهاردة بتقول خلاص كفى، خلصنا مفاوضات، نبدأ بقى في إجراءات، وكل الإجراءات بالنسبة لنا احنا بنحافظ على أمننا القومي المائي. دايما كان ليا رأي واضح في موضوع الأمن القومي لأي بلد. أي بلد لها الحق أن تفعل ما يناسبها للحفاظ على أمنها القومي. احنا ما بنهددش حد، لو سمحتوا، ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا. وأمنها القومي ممكن يبقى في أي حتة وتستخدم فيه أي أداة. أنا واضح أهو. عندنا كمصر حسن النوايا، ولكن في نفس الوقت بتأتي مرحلة الدولة خلاص. أقسم بالله يا قايا لبعد الأعلى تاركين نجوم في عز الليل. طالما استمرت حالة العداء القائمة حاليا وهذا التعنت الإثيوبي في موضوع سد النهضة، طبعا يجب أن تأخذ مصر حذرها وأن تحاول أن ترتب أوراقها بحيث لا تعطي لإثيوبيا الفرصة يعني إزاءها، سواء بحبس المياه عنها أو بالتحكم في مداخل البحر الأحمر. حضراتكم فاكرين أما اتكلمت على الحدود المصرية إنه هذا أمر ما فيش فيه هزار، وأي شيء يهدد هذه الحدود هو يهدد الأمن القومي المصري. ولكن مصر لدينا قيادة نثق فيها، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه قالها قبل كده 100 مرة، محدش هيقدر ابدا. اخبار محور فيلادلفيا ايه يا احمد موسى؟ مش امن قومي برضه ولا السيسي ما يقدرش يفتح بقه في سيده؟ طب 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 انا مالي بالقصه دي كلها بقى؟ مال امي يا رب بتفتف ليه يا ابني؟ ما تفتفش. ولا النيل بالنسبه للسيسي مش امن قومي؟ ليه ما يبقاش ذكر ويتخذ القرار؟ مش هو اللي قال اللي عايز يجرب؟ مش هو اللي قال العافي ما حدش يقدر يقول كل امته؟ مش هو اللي قالك اللي عايز يجرب يقرب والحاجات دي؟ خايف يضرب السد صح؟ انا ما بخافش ابدا، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي. انا لا بخاف ولا بيهمني، لكن ما بخافش من حد خالص. العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي انا فيه ده بتاع ربنا. تعال انت لساك مجنون زي ما انت، تعال هات في الباب. اذا استطاعت اثيوبيا ان تحصل على منفذ بحري وعلى قاعده عسكريه بالقرب من باب المندب، فهذا يعطيها يعني وضع يمكن من خلاله ان تتحكم في مصر. لكن ما حدش هيقدر ياخد نقطه ماء من مصر، والا هيبقى في حاله من عدم الاستقرار في المنطقه لا يتخيلها احد، لا يتخيلها احد، وما حدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. لا، لم يعني تنفذ اثيوبيا ما جاء بهذا الاعلان بحسن نيه. الاعلان صدر في 2015، نحن الان في 2024، لم يحدث كما كانت تتوقع مصر اتفاق بين مصر واثيوبيا يسمح ب يعني التعاون حول ملء وتشغيل سد النهضة، وهذا هو ما تطلبه مصر. المية هي وجود لل 150 مليون في مصر والسودان. المجتمع الدولي النهارده شاهد على ما يجري وما قامت به اثيوبيا وما تقوم به اثيوبيا. انا عمري ما اتكلمت كده وانا ما هددتش حد. بقول تاني، ميه مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط احمر، وهيبقى رد فعلنا في حاله المساس بيها امر هياثر على استقرار المنطقه بالكامل. يعني اما تكون
في مكان قادر ان هو يقول الناس اللي بتنافسك على نقطة المية بتاعتك فيروا بشكل واضح ان انت ما بتهزرش. ما تهزرش معايا ليه؟ ما تهزرش معايا. اصبحت اثيوبيا وخصوصا انها انتهت من الملء الخامس للسد اصبحت في وضع يمكن ان تهدد مصر. العمل العدائي قبيح وليه تأثيرات كبيرة جدا تمتد لسنوات طويلة لان الشعوب ما بتنساش ده. معلاش معلاش كل حاجة قسمه نصيب وها جه وقتها. وبدأت اعمال التعلية المستهدف الوصول الى 20 متر في الممر الاوسط. لو وصلت الى 20 متر معنى كده ان التخزين يبقى في حدود 10 مليار متر مكعب. حصتنا في المياه هتروح فين؟ في اعتداء علينا، في تحرش بامننا القومي، لازم نحارب. احنا بنحاربش ليه؟ ما بندخلش حرب ليه؟ الرئيس يجيب اليوم سمعونا يا شباب. شوف احنا حصه مصر من المياه 55 مليار متر، هل احنا دخلنا في صراع مع اشقائنا عشان نزود الحصه دي؟ لا. أجاب الرئيس اليوم عن السؤال الذي سأله المصريون جميعا، ليه مصر ما حاربتش عشان مسألة سد النهضة؟ كل ما بنسمع حد بيتكلم لازم تقرأ الفاتحة للي بنى السد العالي، يعني كل ما تشوف الوضع بيحصل إزاي وتفهم قيمة السد العالي تقرأ الفاتحة على طول. السد العالي هو ملحمة مصرية واسم عبد الناصر. على فكرة عبد الناصر لم يفتتح السد العالي، يعني عبد الناصر مات قبل ما السد العالي يتفتح، اللي فتحه انور السادات. طب كفاية بقى. تخوفنا؟ لا. محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. إذا كان عايز يدخل ربنا كتير. المهم الرجالة اللي بتدينا. مصر دخلت خلاص في الفقر المائي. واحنا متجهين الى فقر مائي مدقع. احنا دخلنا في حاله او مستوى الفقر المائي للانسان. مصر النهارده بالتعاريف الدوليه هي دخلت في مرحله ما يطلق عليه الفقر المائي، او ناس بالفعل احنا دخلنا في مرحله الفقر المائي. مصر مصنفه ضمن الدول اللي بتعاني من الفقر المائي. تخطو مصر هذه الخطوات في مواجهه تحديات جمه ومركبه، كما ان مصر هي اكثر الدول جفافا في العالم باقل معدل لهطول الامطار بين سائر الدول. احنا مواردنا كلنا عارفين من مياه النيل 55 مليار، بعض الموارد الاخرى بتصل الى 60-62. احنا بدانا الدخول في حد الفقر. المحليه محمود شعراوي ان مصر دخلت مرحله الفقر المائي. طب والعمل يا دكتور حيرتني. هنا قاعدة مصر تبعتها انه قرار الحرب سهل. عندك كدولة امكانيات عسكرية ضخمة، في رغبة عند المصريين وحماس عند المصريين ان هم يردوا اي اعتداء على امننا القومي. موجود. ايوه ايوه. لكن الرئيس قال لك ايه؟ احنا هنا لم نذهب لصراع مع الاشقاء لان احنا قررنا نستغل امكانياتنا كلها في ان احنا نعمل معالجات مية. مش انا يا استاذ اللي يعمل كده. فانت هنا لم تذهب الى الصراع ولم تذهب الى الحرب لانه الحرب لها كلفه نفسيه وكلفه انسانيه. الناس في مصر مظلومه، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ الاستاذ عباس شراقي لما حضرتك يا فندم. اثيوبيا لو خزنت 10 مليار معنى ذلك ان اثيوبيا هتقطع المياه عن السودان مده لا تقل عن 40 يوم. يا نهار ابيض. المخزون الان. انا حياتي بقت متفرتكه ومضروبه طلقتين سته رخطه. هل سيشعر المواطن المصري باثار ذلك يا فندم؟ لن يشعر باثار ذلك، ولكن هنا مش معناها ان مفيش ضرر على مصر. لو السودان فرغ الكمية كما كان معتاد في السنوات السابقة وإثيوبيا خزنت 10 مليار على مدار 40 أو 45 يوم يبقى كده النهر هيجف. كل كمية مياه يتم تخزينها في إثيوبيا هي مياه كان المفروض إنها توصل للسودان ثم تأتي لمصر. إذا إحنا لو حتى تخزين مليار واحد يبقى مصر خسرت مليار. المليار واحد يعتبر مليار دولار إنتاج زراعي. العافي محدش ياكل لقمته. فانت هنا لم تذهب الى الصراع ولم تذهب الى الحرب لانه الحرب لها كلفه نفسيه وكلفه انسانيه. خد بالك من العيال. ها يا ما فيش مشكله، ربنا معاكم. السلام عليكم. ال 8 مليار اللي تم تخزينهم في اثيوبيا كان المفروض ان هيجوا مصر. ما كانش في داعي ان احنا نعمل محطه مثلا للحمام اللي هي هتتكلف اكتر من 20 مليار دولار علشان نعالج 2 مليار متر مكعب. عرفت الدوله لما تضعف يحصل ايه؟